جينا بقى لألعاب الترابيزة اللي أحب أفكركم السادة المشاهدين اللي في البيت وبيتفرجوا علينا إن أنتوا تقدروا تعملوا كل الألعاب بتاعت الترابيزة دي عندكم عادي على ترابيزة السفرة، كلها حاجات موجودة عادي جدا. دي ميكانو يا بنات، وإحنا عاملين بيها زي متاهة، أوكي؟ دلوقتي التحدي أو اللعبة اللي عندنا يعني كل واحدة فيكم هتمسك طبق، اتفضلوا، وكل واحدة فيكم معاها كورة، الكورة دي هتبقى هنا أهو، والكورة دي هتبقى هنا أهو، وكل واحدة فيكم هتهوي بالطبق، هتهوي مش هتلمس، لو لمستي هترجعي من الاول، هتهوي الكوره وتحاول انها تدخل الكوره ونشوف مين فيكم اللي هيوصل للنص اللي هي الحته اللي في النص دي الاول، اوكي؟ جاهزين يا بنات؟ جاهزين. فاهمين هتعملوا ايه؟ اه يلا بينا. ريدي ستادي جو. يبقى ما تهويش قوي. برافو جودي، دخلتها في اول حته. حبيبه دخلت جوه البوكس الاول برضو. حبيبه لازم نخش من هنا نشوف فيكو اسرع. هو انتوا مش واكلين ولا ايه؟ هو برافو. حبيبه قربت توصل. حبيبه مع ان جودي كانت اللي باديه هي اللي كسبانه، ولكن حبيبه هي اللي كسبت في اللعبه دي. يلا بينا نروح على اللعبه الثانيه على طول هنا برضو على الترابيزه. مين ما بيحبش اكس او؟ كلنا لعبنا اكس او كبار وصغيرين، صح؟ اه. بس احنا هنا عندنا اكس او بشكل مختلف على الترابيزه بتاعتنا. معانا الماميهات اميره ونهى، كل واحده هتحاول انها تبقى بتقلب الازازه، لو الازازه وقفت هتتحرك فاطمه او هتتحرك ليلى، ما وقفتش هتفضلوا في مكانكم وهنشوف في الاخر بقى. معاكي الازازه. جاهزين يا ماميهات؟ يلا بينا خشوا على طول. ما وقفتش. الله. يلا واحدة. ماشي يلا. ها وقفت. يلا حطي يا ليلى. فين يا ليلى؟ حطها هنا. هنا اللي جنبيها هنا. ماشي يا وقفتهالك يا ليلى. ماشي. لو هي كسبت وقفت، لو وقفت فاطمة هتكسب. وقفت كسبوا فاطمة كسبت. يلا اللي بعده نشوف اللعبة اللي بعدها على الترابيزة. يلا بينا. من العابي المفضله بقى، بصوا بقى هنعمل ايه في اللعبه دي. زي ما انتوا قدامكم كده كوبايات زي ما انتوا شايفين، والمفروض ان احنا نلم كل الكوبايات دي على بعضها. بس هنلمها ازاي هوريكم. كل واحده هتبقى معاها بالونه، امسك البالونه كده اهو وتنفخ جوه كوبايه كده اهو. وتحطها في الكوبايه دي. فهمتوا حاجه؟ هنجمعهم بقى كده اهو، وكل واحدة هتاخد البلالين بتاعتها. اتفضلي بالونة، حضرتك بالونة صفرة، حضرتك بالونة حمراء، علشان ايه الروح الرياضية. ومفروض ان احنا نجمعهم كلهم عند الكوباية دي، فانت هتاخدي الكوباية دي وتروحي تحطيها هناك، وبعدين دي وتروحي تحطيها. شوف بقى مين اللي هيخلص اسرع من غير لما يوقع الكوبايات. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ نفسكم قوي؟ اه. طب يلا بينا. استنوا لما لم دول كده عشان نعرف نشجعكم صح، ونقول ريدي ستادي جو. الله 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 على الله يا حبيب. يلا يا جودي انفخي 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 يا جودي انفخي يا جودي انفخي. حبيبه دخلت الثانيه والثالثه. يلا يا جودي ما تمسكيهاش بايديكي. تقعي ليه؟ وتقع ليه؟ لا انت هتنفخيها وهي جوه. بصي انفخيها وهي جوه عشان تعرف تمسك عليها بالظبط. انفخي انفخي يا جودي. شيلي بقى شيلي. برافو برافو يا عيني. ماشي برافو جودي. حبيبه قربت تخلص يا جودي. عرفنا ازاي؟ يلا بقى بسرعه. برافو حبيبه، اتقان تركيز. حبيبه 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 ما تمسكيش بايديكي. برافو يا جودي، لسه حبيبتي بتحاول تستراجل ازاي تنفخي. طب شجعوا جودي بقى. يلا يلا يا جودي. جودي انفخي يا حبيبتي، جوه وش كله جوه الكوبايه. انفخي. ايوه يلا انفخي كمان انفخي كمان. بصي امسكي البالونه دخليها جوه انفخي لغايه اما تبقى كبيره. اه لا تعالي يا جودي
حبيبه خلصت. ماشي حبيبه خلصت، بس انا هفضل وراكي لغايه ما تعرفي تعملي واحده. يلا اعمليها جوه يلا. ها ها ايوه ها جايه اهي، هنشيلها والله اللي هتشيليها يا جودي. ايوه اهو، برافو برافو، انفخي مفيش نفس خالص. الحمد لله عرفت تعمل واحده بس. طبعا حبيبه هي اللي كسبت. يلا اللي بعده. يلا اللي بعده. طبعا بعد التشاور اللي احنا اتفقنا عليه، كل اسره اختارت من عندها حد. اختاروا ليلى من الفريق ده، واختاروا فاطمه من الفريق ده. والتحدي ده المفروض ان هو تحدي سهل، كل واحده فيكم قدامها كور صغيره، كور بينج بونج، والمفروض ان كل واحده تحاول تحط كوره من جوه الكاب، يعني جوه الكوبايه من الكوبايات دي. اللي هتحط كوره جوه كوبايه هاخدها. هنشوف بقى مين اللي هيتبقى عنده كوبايه اخيره. اوكي جاهزه يا ليلى؟ طب افرض اكيد قول. افرض ما دخلتش، هتاخدي الكره ولا هتفضل عادي؟ لا خلاص هتبقى اوت. لازم تخش عشان ابقى انا باخد الكاب وتبقي انت سجلتي بوينت. اوكي جاهزين؟ جاهزين. انا شاكه فيكي. جاهزه؟ ماشي اوكي يلا بينا. ريدي ستادي ستادي، خدوا الكور في ايديكوا اند جو. الله ولا اي حاجه. يلا اللي بعد. الله ولا اي حاجه برضه. الله. ماشي بالراحه. عارفه لو عملتوها بالراحه، لو بالراحه هتيجي اكتر. حبيبه دخلت واحده، برافو. براحه يا حبيبه، برافو حبيبه، عرفت التكنيك شويه. ليلى دخلت واحده، برافو. بالراحه يا ليلى، دخلتي واحده، برافو. ماشي ليلى شاطره. انت بتضحكي على ايه؟ يلا يلا. ليلى دخلت الثانية، برافو حبيبة. فاضل اتنين هنا واتنين هنا. مين فيكم اللي هتكسب يا ترى؟ مين فيكم؟ مين فيكم اللي هتكسب؟ دخلت. دخلت. حبيبة فاضل لك كوباية. ليلى كمان فاضل لكم كوباية واحدة. ركزوا ركزي يا ليلى. ركزي ركزي، خدي ركزي، خلصتي الكور اللي عندك، ركزي ركزي، اتفضلي. ها؟ انا اللي عندي كده خلصت. ركزي خلاص، انا هجيب لكم كو. يلا اهي خدي ركزي. مفيش خد. دخلت حبيبه اللي كسبت. برافو حبيبه، كانت حلوه، وانما انت اللي تعمى وانت اللي قمره. بكده بقى نبقى وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول يعني من رحلتنا، واستنونا بكره في الجزء الثاني، رحله مستمره مع نفس الاسرتين، اسره حبيبه وفاطمه ومامتهم وباباهم، واسره ليلى وجودي ومامتهم وباباهم.